مش لازم كل حقيقة عشان صدمانا نخبيها، ولا غدر أخبي حاجات وياك تعباني وعديها. ماشيين وأنا وأنت أساسا مش حاسين، مش حاسة بحاجة معاك ممكن تشبع لك جوايا. ولا لايا طريقة توصل إنك مش فارق ويايا. عايشين الناس بيقولوا ده مرتبط، كلامك ليا مش مفهوم وقلبي مع السنين مظلوم. بحاول أعدي يوم ورا يوم وأقول دي مسيرة تتعدل، أنا مش ممنون عليك كملينا وهبقى أكيد عالي، وأنت اللي عليك تنساني يا ريت لو ما تبانش قصادي. بعدين فينا في يوم اهتم بمين، خد كل حاجاتك مش مسموح ترجعي عشان thank you.